السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. طيب هنا في البوست احنا شو عاملين؟ لاحظ الناف بار مش محتاجينك مؤقتا، ولا حتى الاندكس لا انت محتاجينك. خلي اجي على في الفيو، عندك بيجز وعندك بوست، صح؟ هذا هو الاندكس للبوست، هذا هو ال HTML. خلينا نقول لو اجينا على ال بوت ستراب رو والكول رو والكولومز الجريد سيستم، هنا احنا ممكن نلاحظ نعمل جريد سيستم، وهذا جريد سيستم ستراكشر تبعه جدا سهل. لو اخذ هذا كوبي وارجع للصفحه الرئيسيه هنا، اوكي. طيب هنا احنا كل بوست بيطلع لك اياه عن طريق الفور ايتش، تمام؟ عن طريق الفور ايتش، حلو. راح انزل في الاسفل، ارتب بالشكل التالي. لاحظ انا احتاج الرو. البوتستراب يعتبر هذه الصفحه عباره عن 12 عمود، تمام؟ 12 عمودا. طيب هذا الصف، بمعنى البوتستراب بيحسب الصف بهذا الشكل، يعني الان هذا الصف، هذا الصف، هذا الصف، وفي كل صف ممكن توليد 12 عمود، تمام؟ إذن احنا عدنا أول صف فيها عمود، تمام؟ هنا عدنا الصف الثاني، هذا مش محتاجينه، أوكي. هذا كونتينر، هذا هو الصف، فيها ثلاثة أعمدة، تمام؟ أنا ممكن كون أنه أنا بستخدم هذا أيضا نمسحه، تمام؟ أنا ممكن أنه أولد كم عمود. ممكن أقول أنه الكولوم اللي موجود هون، لاحظ grading system call I think اتذكر الكوماند، اوكي. call small مثلا ناقص كم واحد احنا نريد نظهرها، كم بوست نريد نظهرها في الصف الواحد، فليكن ثلاثة، تمام؟ اذا احنا نعرف انه كل الاعمدة اللي موجودة في البوتستراب 12، اذا قلنا ثلاثة معناته كل واحد حجمه قديش لازم يكون؟ أربعة، لأن أربعة في ثلاثة 12. خلينا نجرب هنا، لو كتبنا أربعة، تمام؟ إذا رح يكون البوست مفروض في داخل هذا، كيف نضعها في داخلها؟ نعمل هذا كات، نصعد للأعلى. احنا عدنا هنا فور إيتش بينتي، صح؟ هذا الديف نهايته هون، هذا الديف الهيد نهايته هون، هذا ديف نهايته هون، اوكي، تمام. هذا ما عندنا مشكله به، هذا البانل. طيب اذا حيكون في داخل البوست لو عملنا بهذا الشكل. احنا بدنا يكون القيم اللي بتظهر، البانلز اللي بتظهر تكون في داخل الكولوم، فاذا هذا نجلبها بهذا الشكل ونضعها خارج الديف. المفروض انه يعطينا، خلينا نشوف النتيجه. لا ما أعطى تأثير. call minus sm so basic هنا هذا span، لاحظ SM for tables MD for tablets يعني desktop، لاحظ بهذا الشكل بيستخدمه. طيب خلينا ناخذ هذا الكلاس، I think هو نفس الشيء، انا ما عمل شيء، اوكي، نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء. لأنه الرو لازم خارج الفور إيتش،
خلينا نشوف. اوكي خلوني اضبطها وارجع لكم. طيب ظهر انه في خلل بالترتيب، خلينا نصنع مع بعض لانه هم تعتبرت كدورة بالبوتستراب لكم ايضا. لاحظ في الجريد سيستم، هذا الجريد ممكن ننزل لأسفل، في عندنا مثلا هذا الاكزامبل، تمام، نعمله كوبي، نعمله بيست في الاخير، وخلونا نشوف هذا كولوم اس ام، هذا كولوم كلاس اس ام، خلينا نعمل سيف ونشوف كيف راح يظهر بالبيج. اوكي بيظهر هذا الشكل، تمام، هو انا هذا اللي اريد اوصل له. فنقدر انه مثلا ناخذ الفور ايتش هنا، لاحظ ننزل للاسفل يعني بهذا الشكل فور ايتش، ونوقف الفور ايتش ايضا اند فور ايتش بهذا الشكل، صح؟ طيب احنا راح نمسح واحد منهم، راح نشوف هل يكرر هذا ثلاث مرات، سيف. اوكي كررها ثلاث مرات، تمام، لان هو احنا اصلا عندنا ثلاث اشياء موجوده في الداتابيز. طيب كيف راح نظهر الاسماء هنا؟ احنا نعرف انه لو اخذنا هذا البوست وجينا وضعنا هنا بداله اقواس المجموعه دبل، يؤدي الى سبجكت هو موجود في الداتابيز. نعمل سيف، مفروض انه يطلع لي شو بي اتش بي جافا لارافيل بدل هذه الكلمات. لاحظ بي اتش بي جافا لارافيل. طيب ممكن انه احنا ناخذ بانل، او البانل اصلا موجود في هذا، ناخذ هذا البانل اكزامبل ونجي اوكي نضعه في داخل البادي. فاذا هذا احنا مش محتاجينك مؤقتا، نضع البانل في داخلها، تمام. خلينا نعمل سيف، مفروض انه يكرر البانلز بالترتيب انه يكون واحد بصف الثاني، لاحظ هذا الشكل اللي انا اطمح له. طيب لو اجينا كتبنا في الرو ايضا كونتينر سيف، اوبس سيف كانسل، حتى الجوانب شوي يعني ما يكون اها تمام. طيب شو المشكله لعد؟ اذا هو دي ينجح الطريقه. اذا اجينا على مثلا ناخذ المعلومات مثلا first name last name، هذه الاشياء ممكن نضعها وين؟ هي كانت في الهيدينج، ما هيك؟ هذا هو الهيدينج، وهنا في البادي كانت هي المحتويات، صح؟ هذا في البادي كان، تمام؟ ممكن نعملها كوبي، ننزل للأسفل نمسح هذا، نعملها في البادي. خلينا نعمل سيف ونتأكد انه راح يقوم بتبديل البانل برايمري الكتابات بالكتابات اللي احنا نرغبها. طبعا هذا يعتمد على الانترنت، لاحظ بهذا الشكل انا كنت اريده، تمام، يعني اشتغلت. بس لكن هنا يبين انه احنا عندنا مشكله معينه، فممكن انه ايش نعمل؟ لاحظ ضيفها من ضمن اذا ضفتها من ضمن السكشن حيدخل معاهم. ممكن انه نعمل شيء، لاحظ خلينا نشوف اذا كلاس، اوكي هذا ممكن انه كله احذفه، هذا فور ايتش، اوكي هذا ايضا، تمام. طيب هذه الديفات ايضا نشيلها، هذا مع هذا بيحتاجون، لا عفوا هذا بيحتاجون اثنين، اوكي بهذا الشكل، هذا الديف عايدة للأعلى، وهنا فور ايتش عندنا وهنا اند للايتش، صح؟ هذا لو احذفه وهذا اجيبه بهالشكل، بس اتاكد انه هنا الفور ايتش ما بها اي مشكلة يعني بالنسبة لهذا البوست للأسفل. نعمل ريفرش، طبعا يعتمد على الانترنت لانه هذه في الاسفل يكون، لاحظ احمد محمد علي، حلو الاسم احمد محمد علي.
ينقص لهم باشا. نمسح هذا، تعال للأسفل، عندك هذا الكونتينر، هذا بالكامل نعمله كوبي ونضعها بدل هذا. سيف، خلينا نشوف، مفروض يكون مثل هذا. تمام، نجحنا. اذا الاسفل احنا ما محتاجينه بعد. بهذا الشكل الان هذا راح يكون مرتب. لاحظ هذا البوست الاول، بوست الثاني، بوست الثالث، وهكذا. جميل. طيب لو احنا اجينا قلنا مثلا هذا بالنسبة لمن؟ للبوست. خلينا نشوف التايم ايضا، 5 دقائق. خلونا نوقف هنا، نكمل درس القادم وياكم، مع